خطوات تقدم طلاب الثانوية العامة المصرية إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد خلال مراحل التنسيق المختلفة. مرحلة اختبار القدرات: يشترط للقبول ببعض الكليات اجتياز اختبار القدرات المؤهلة لها، ويظهر لكل طالب الكليات المتاحة أثناء التسجيل على الموقع الإلكتروني، وهي كليات التربية الرياضية بنين بنات، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، كليات الفنون الجميلة، فنون عمارة، كليات الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية بجامعتي حلوان والمينيا، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، شعبة التربية الفنية كلية التربية جامعة السويس، كليات الإعلام الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية. حيث يتم حجز مواعيد الاختبارات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني tanseeq.egypt.gov.eg وفقا للخطوات التالية: يقوم الطالب بالتسجيل وحجز اختبار القدرات باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص به. تظهر للطالب قائمة بالكليات التي بها اختبارات القدرات المتاحة له وأماكن أداء هذه الاختبارات. يقوم الطالب باختيار أنواع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان بها، وسيقوم النظام بتحديد موعد الاختبار بكل كلية في يوم منفصل، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تتم على يومين متتاليين. يحق للطالب التسجيل في أكثر من اختبار ويقوم بإجراء الاختبار بالتخصص مرة واحدة فقط. يمكن للطالب طباعة إيصال التسجيل الذي يحتوي على أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل من موقع التنسيق الإلكتروني. في حالة تسجيل الطالب اختبارات القدرات من خلال مكاتب التنسيق الإلكتروني وفروعه بالجامعات، يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وزيادة أجهزة تسجيل الرغبات. تقوم الكليات بعقد اختبار القدرات مع اتباع الإجراءات الاحترازية داخل قاعات الاختبار. نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ولا زال الحديث يتواصل عن الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ، خاصة مع بدء العملية الانتخابية للمصريين بالخارج اليوم، وشفنا وتابعنا أهم الإجراءات اللي تم اتخاذها وتناول وسائل الإعلام والتنويه عن هذه الخطوات من أهم الأشياء. هنتعرف أكثر على أهمية هذه المشاركة وكيف تم تناولها من قبل وسائل الإعلام المختلفة وردود الأفعال عنها. واسمحوا لي ان احنا نرحب بضيفنا اللي مشرفنا النهارده، برحب بالكاتب الصحفي الاستاذ احمد بهجت صابر بجريده الاخبار المسائي. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح الانتخابات. صباح الانتخابات صحيح. يعني خطوه جديده بتتم، خاصه يعني عوده مره اخرى لمجلس الشيوخ في ثوبه الجديد، واعتقد بشكل مختلف وبأداء مختلف عما سبق. مهم جدا ان احنا نتعرف على أهمية المشاركة والبداية للمصريين بالخارج النهاردة. يعني بس خليني في البداية، انا حابب اوجه رسالة دعم ومحبة للشعب اللبناني في الفاجعة اللي ألمت بيه، ربنا معاه وقلوبنا معاه يا رب. فيما يتعلق بمجلس الشيوخ، الحقيقة التجربة السياسية والبرلمانية المصرية اعتادت على غرفة ثانية للبرلمان، سواء في ايام الملكية وفي اخر عهد الرئيس السادات الله يرحمه. وطبعا في 1980 بدا عمل مجلس الشورى وامتد لفتره مبارك. واذكر ان انا من سنتين تقريبا او اكثر حضرت ندوه للسيد عمرو موسى في معرض الكتاب. الحقيقه الراجل كان بيقول اللي هو كان من داعمي الغرفه الثانيه للبرلمان، مجلس الشورى ومجلس الشيوخ، لكن لجنه الدستور ارتأت اللي هي يعني تلغي هذا البند. فكان واضح ان هناك ثمه اتجاه لخلق غرفه ثانيه للبرلمان وما الى ذلك. القانون الحقيقة اللي أقره مجلس النواب فيما يتعلق مجلس الشيوخ يعني حدد مهام محددة لمجلس الشيوخ، منها دعم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي وبنود أخرى فيما يتعلق بالـ
التعديل القوانين او تعديل الدستور. الحقيقه انا شايف ان التغطيه الاعلاميه للمجلس الشيوخ كانت هامه جدا في ابراز اهميه الغرفه الثانيه. يجب برضو الا ننسى ان النظام السياسي المصري بيتمحور بالاساس حول شخص السيد رئيس الجمهوريه، لكن الفقرة اللي تتعلق بدعم الديمقراطية ده أعتقد إن ممكن يكون الاستحقاق اللي احنا بصدده الآن يكون ثمة انفراج أكثر للحياة السياسية في مصر، وهذا ما نأمله ونتمناه الحقيقة. كيفية تناول وسائل الإعلام المختلفة لأهمية المشاركة وحث المواطنين داخل مصر وخارجها على المشاركة في العملية الانتخابية، هل حضرتك شايف أنها يعني اختلفت الرؤية بالنسبة للمواطن المصري سواء في الداخل أو الخارج عن المشاركة، خصوصا أن احنا شفنا بالفعل يعني صورة مختلفة للمشاركة في العمليات الانتخابية على مدار السنوات السابقة؟ يعني خلينا اقول لحضرتك على سبيل المثال الجريده بتاعتنا جريده الاخبار المسائيه، احنا ارتئينا ان احنا نفرد مساحات للاراء المختلفه الخاصه بمجلس الشيوخ ومدى اهميته في هذه المرحله التاريخيه من حياه مصر. الحقيقه ان مجلس الشيوخ في هذا التوقيت اتصور انه ممكن يعمل اضافه اخرى للحياه السياسيه والبرلمانيه في مصر. وبغض النظر عن الانتقادات الواحد بيشوفها على السوشيال ميديا وكده، خلينا يعني نبني ونراكم على اللحظه الانيه. احنا بنتمنى، احنا عندنا رؤيه واستراتيجيه لمصر 2030، يعني احنا عايزين نشوف مصر 2030 من افضل ما يمكن بالطبع. فخلينا يعني لا نغرق في التفاصيل كثيرا الان، ونبني على الخطوه اللي المجلس النواب والاستاذ رئيس الجمهوريه بتاع ان هو يراكم عليها في هذه اللحظه. الحقيقه مجلس الشيوخ من الـ يعني لو احسن استخدامه واحسن الاختيار من قبل الناخبين وكده، اتصور ممكن يكون اضافه جيده للحياه البرلمانيه والسياسيه في مصر. اعتقد يعني ده شيء مهم جدا بدليل عودته مره اخرى بعد ما كان يعني تم الغائه او استبعاده في الفتره السابقه، تم عودته مره اخرى في التعديلات الدستوريه. الشباب، وخلينا نقول ان الشباب دايما هم الايقونه اللي بتحرك ويكون ليها القياده في العديد من الاحداث، وعي الشباب باهميه المشاركه والتواجد في اللجان الانتخابيه وتاثيرهم ايضا على باقي الفئات العمريه. الحقيقه الشباب هم اهم فئه في المجتمع انا في رايي، وهي المشاركه كمان بتتاتى من الشعور بالانتماء لهذا الوطن. الانتماء ده بيتولد من ظروف سياسيه واجتماعيه واقتصاديه جيده للشاب، وده الدور اللي يجب ان يقوم به مجلس النواب ومجلس الشيوخ في المرحله القادمه، الارتقاء بنوعيه الحياه الخاصه بالشباب والمواطن المصري بصفه عامه. يعني اذكر ان انا قريت المجلس النواب او المجلس العمومي البريطاني كان ليه دور في المحاربة الفقر في القرن 19، اتصور ده احد الادوار اللي يجب ان يقوم بها مجلس النواب ومجلس الشيوخ. الشباب هيشارك لما يلاقي في فعاليه حقيقيه لمجلس النواب ومجلس الشيوخ، لما يلاقي ان ظروفه بتتحسن والامور ماشيه معاه بصوره جيده. وبرده مطلوب من الشباب اللي هو يعني لا يغرق في الياس الحقيقه، يعني ما يستسلمش للدعوات اللي هي اليائسه ديت. كلنا بنتمنى ان مصر تبقى افضل ما يمكن طبعا، ونتمنى من الشاب اللي بيستمع للبرامج بتاعتنا او بيتواصل مع الرساله الاعلاميه المصريه ان يتفائل ببكره، يعني ان شاء الله بكره أكيد افضل يعني باذن الله. يعني احنا شايفين الجهد اللي بيتم بذله الحقيقه يعني في شتى مجالات التنميه الموجود في كل محافظات مصر، اعتقد خطوات جديده بتقوم بيها الدوله المصريه في الوقت الحالي من اجل تحسين الاحوال ومن اجل يعني وصول مصر الى مركز متقدم في شتى المجالات باذن الله. خلينا نقول النهارده كمان الاجراءات الخاصه بسلامه وصحه المواطن المصري اثناء العمليه الانتخابيه، خاصه في ظل الحفاظ على الاجراءات الاحترازيه الخاصه بكورونا فيروس. والله دي جزئيه هامه جدا في رايي الشخصي، لان ده جدل يعني مش بس في مصر يعني بما يتعلق الاجراءات الاحترازيه اثناء الاستحقاق الانتخابي، جدل برضو بيثور بصوره كبيره جدا في امريكا دلوقتي فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسيه. فمطلوب ومن الحمد لله احنا عددنا غير امريكا. ايوه صحيح خالص. ايوه الحمد لله صحيح يعني. صحيح صحيح. يعني مطلوب طبعا من الناخب اللي ينزل لهذا الاستحقاق ان هو يكون على درايه كامله بالاجراءات الاحترازيه، وايضا الحكومه عليها دور في متابعه هذه الاجراءات، يعني لازم اجراءات التباعد والمسافات الامنه
والإقناع الطبية، يعني دي كلها إجراءات هامة جدا للحفاظ على سلامة المواطن الحقيقة. صحيح، وأعتقد أن بالفعل حتى بيتم توفير الكمامات أمام اللجان، وفي تصريحات بتقول معاه كمامة لا هيتم توفير ده مهم جدا للحفاظ، يعني مفيش أهم من صحة المواطن. صحيح. المصري. خلينا نتكلم كمان مع حضرتك على أهم المشاركة في الوقت الحالي من المصريين في الخارج لإثبات أو مش لإثبات لانتمائهم ولتوطيد هذا الانتماء خاصة ان في عدد من المصريين يعني بيعودوا الى مصر مره اخرى، فبيكون اسلوب حياه بالنسبه لهم هو المشاركه في العمليه الانتخابيه والشعور بمسؤوليتهم ايضا تجاه الاختيار. الحقيقه الحب المصريين في الخارج لمصر ده الواحد بيشوفه من اصدقائه الموجودين خلال السوشيال ميديا. الحقيقه الناس دي عندها شغف وولع كبير جدا بمصر، وده بيبان من خلال كلماتهم وتعبيراتهم واستخدامهم للالفاظ. يعني الناس دي مش محتاجة حد يوصيها الحقيقة، يعني وأتصور ان هم يكونوا على قدر المسؤولية ان شاء الله في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام. يعني صحيح، والحقيقة هم ليهم دور كبير جدا في دعم مصر طبعا في مختلف الأحداث وفي النواحي الاقتصادية أيضا، ما نقدرش أبدا نخفي. وزارة الهجرة ليها قناة اتصال ما بين المصريين في الخارج والإدارات الحكومية هنا في مصر، وشفنا يعني التصريحات الخاصة من قبل السيدة وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن مشاركة المصريين والخطوات الخاصة بيهم، ده كله يعني بيكون دي أثر إيجابي حتى معنوي على نفوس المصريين في الخارج. وإن شاء الله النهاردة وبكرة يعني يكون المشاركة مثمرة وليها النتائج الخاصة بيها إن شاء الله. ردود الأفعال حول وسائل الإعلام المختلفة باعتجاه ما يحدث في مصر من هذه الخطوة، هل حضرتك شايف أن بالفعل هناك اهتمام من قبل وسائل الإعلام المختلفة بمتابعة العملية الانتخابية وأثرها على المواطن المصري وعلى المجتمع؟ والله خليني اقول لحضرتك، انا كنت لسه قاري امبارح حوار للرئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي استاذ فريد زهران، الراجل على صفحتهم الشخصيه للحزب، الراجل قال تصريحات هامه جدا فيما يتعلق بالمشاركه في العمليه الانتخابيه. الحزب المصري من جزء من الحركه المدنيه، ورغم ذلك ارتأى هو الاصلاح والتنميه والعدل ان هم شاركوا في العمليه السياسيه الهامه ديت. ده بيدي اثر ايجابي الحقيقه لاهميه الاستحقاق اللي احنا بصدده، وبيراكم زي ما بقول لحضرتك على اللحظه الانيه اللي احنا فيها للغرفه الثانيه من البرلمان. انا برضو الحقيقه اللي انا عايز اوصله يعني يجب الا نغرق في الياس يا جماعه، يعني لا هو ما فيش ياس، يعني انا بشوف تعليقات كده يعني نغرق فيه، احنا نلغيه تماما. ايوه صحيح. يعني ممكن نيأس بس ما نغرقش، لا خالص لا يأس خالص في الفتره دي، احنا عندنا طاقه ايجابيه، عندنا قدره على التغيير، عندنا مشروعات، عندنا تنميه في مختلف المجالات ومختلف المحافظات، ده كله لابد ان هو يكون الطاقه اللي بتجعلنا نستمر وبتجعلنا نصل الى الافضل باذن صحيح الله. صحيح. هو بس الحقيقه التعليقات السلبيه الواحد بيشوفها احيانا نبعد عنها بقى. ايوه صحيح. يعني احنا من خلال مصر جميله دايما حريصين على الطاقه الايجابيه، ده مهم جدا. مفيش حد مش بيواجه تحديات، مفيش دوله ما بتواجهش تحديات، احنا شايفين قد ايه يعني للاسف الشديد بتتعرض العديد من الدول حتى لاشياء لم تكن متوقعه باي شكل من الاشكال، ولكن الحمد لله عندنا في مصر مناخ يعني اعتقد ان هو مثمر جدا في مختلف المجالات. احنا بس نطالب الناس تبقى واقعيه يعني بالزبط. عشان نعرف نتعامل مع هذه التحديات نشوف الصوره كامله. ايوه حقيقة. نشوف غيرنا ونشوف الصوره كامله ونبدا ان احنا يعني نقول الحمد لله قوي على اللي احنا فيه، وان شاء الله اللي جاي يكون افضل ان شاء الله كتير جدا ونستمر. وانتخابات مجلس الشيوخ يليها انتخابات مجلس النواب باذن الله، والمحليات ده دورها هام جدا اتصور، وبعد يعني ذلك المحليات لما لها من اهميه كبيره. صحيح. جدا في الفتره. صحيح. القادمه. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي بجريده الاخبار المسائي الاستاذ احمد بهجت صابر، نورتني. شكرا لحضرتك، وهنكون معاكم يوميا ان شاء الله ومتابعه لكافه الاحداث والانتخابات سواء للمصريين في الخارج او المصريين داخل مصر باذن الله. غدا يتجدد اللقاء ومصر جميله.